سيدريك فيلاني عالم الرياضيات الفرنسي والمتحصل على ميدالية فيلدز 2010 الجائزة الأعلى في مجال الرياضيات يزور هذه الأيام تونس. اليوم كان الموعد مع هذا العالم في محاضرة حضرها عدد من الطلبة والمهتمين بالرياضيات. يدونون بعضا من المعادلات الرياضية ويتابعون البعض الآخر على شاشة عملاقة ضمن ما يقدمه عالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني. العالم الفرنسي المعروف بأعماله حول المعادلات التفاضلية الجزئية والفيزياء الرياضية والمتوج بميدالية فيلدز 2010 التمييز الأعلى في العلوم الرياضية نجح حضوره في استقطاب عدد هام من التلاميذ والطلبة. فخر لنا نحن أنه يعمل في كونفيرنس اليوم في تونس باش تزيدنا معناها في المعلومات نتاعنا والمعارف نتاعنا، ومعناها فرحت اللي فما برشا شباب جاوا يتبعوا فيه اليوم. الاكسبوزيسيون اللي عملها طيارة على الاخر و تري انتريسون معناتها مهمة برشا باش تتبعها. المحاضرة التي تواصلت على مدى أكثر من ساعة قدم فيها عالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني أفكارا رياضية مختلفة. أنا هنا في زيارة بثلاثة أيام، زيارة ألتقي فيها بزملاء رياضيين وأتناقش فيها مع الحضور والطلبة في المحاضرات التي أقدمها. فتونس تعد من أكثر البلدان الإفريقية التي تمتلك كفاءات في الرياضيات. نحن نحب نشجع الرياضيات في تونس أن معناها تزيد تتقوى وتزيد تتنمى، ونحب نتصلوا خاصة بالشباب بالجناس أن هي تنجم تقتحم الميادين هذه، ميادين العلم، ميادين البحث العلمي خاصة، وما تخافش من الرياضيات. فرصة للاطلاع على معارف أخرى وتدعيم معارف حاصلة مع عالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني الذي سيحل ضيفا على مدينة صفاقس ليقدم محاضرة للتلاميذ والطلبة والمهتمين بالعلوم الرياضية.